السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسلم عليكم جميعا. بحاول أرجع للعربي تبعي، بس المشكلة معايا، أولا لو أنتم جدودون معنا أول مرة تشوفونا شاركونا في القناة إن شاء الله. أنا اسمي هدى سرمان، كنت زمان بدأت أعمل حلقات عربية وفيديوهات عربية، بس كل الناس بقوا ضدي وكلهم رفضوا الفكرة أن أنا أتكلم عربي، بس بجد نفسي أرجع له وأرجع أتكلم عربي تاني. لو تحبوا إخواني اللي بيتكلموا عربي الصوماليين والعرب طبعا، لو تحبوا أني كل الفيديوهات تبعي ترجع للعربي أو نصه عربي نصه صومالي ما عندي مشكلة، لو سمحتوا ابعتوا لي الرسائل إن شاء الله، وهخلي فيديوهاتي كلها عربي من دلوقتي لأنه بجد اشتقت له، لأن أنا أساساً بحب أتكلم بالعربي أحسن وأفصح كمان. لما بتكلم بالعربي ببقى أفكاري كلها مع بعضيها، ما بغلط كتير، بس صومالي مش مزبوطة عليه. anyway خلوكم معايا إن شاء الله وتابعوني، ولو حبيتوا ان القناة ترجع عربي تاني ان شاء الله هحاول اخليها على الاقل فيديو عربي وفيديو صومالي لاصحابي والمجتمع اللي عندي ان شاء الله. السلام عليكم.